ودي بس تعلمني انت تقول تكلمه في الكراب تقول لهم يحطون المجلس سابق. نعم. وكل يجيب قهوته في 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 في, في ثبانه. في ثبانه. نعم. يعلمنا بالعادات هذه. قالوا له سلمت الله يا كرام، هم تعرف في صفحة بلع اليد معروفين. نعم ونعم. نعم. وعندك الكرام بدو. قبائل حريده. قبائل معروفه. الشجاعة وبالكرم. ايوه نعم. وبعدين الكرم عندك سلمك الله جماعة محيطة بيوتها. ومسوين منارة في وسط البلد. البدو هذا البيوت هذا. أيه. ويقومون فلقاهم الضيف رحبوا به. وجاتك الرجاجيل كل واحد من المعامل قلها ما جوده. المعامل واحدة. قلها ما جادة. ترى هذا العدد دي عند العرب كلهم. كل اللي تعرف كل شيء غالي ذاك. صح. كل اللي يجيب قهوته في 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 ثمانية. ويرحبون بالضيف ويشبعونه بالترحيب ويكرمونه بالضيافات وبالخير وتاكل ايام من سوى لك جفنه يعني الجفنه ايش هي؟ الخبز اي نعم على البر والدهن البر وين من يسويها؟ صحيح والذبيحه نادر في هذاك